معي الآن واحد من المتضررين ومن أهالي المنطقة والذين فقدوا بيوتهم. أهلا بك وأرحب بك على شاشة الغد وتعرف عليك في الأول. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله على ما جرى، ونشكر الله على كل شيء. الضرر متكامل، في بيوت اتهارت كليا وفي جزئيا، لكن برضو عائلة للسقوط، أهلها وكلها هجروها خشية أن تقع في رؤوسهم، والله في عونه الجميع. الآن الحوجة لماذا؟ والله الناس دي محتاجة لكل شيء، لخيام، لمتاريس، ل كل حاجة بالإمكان يجيبوها، ما بقدر أحدد لك شيء بعين. الصداع ده دايرين دواء اسبرين، الدكاكين كلها اتهارت، البيوت اتهارت، الدقيق اللي هنا، الماو، الكلى في البيت اتلاشى، يعني نحن في أمس الحوجة لكل شيء لكل شيء. نعم ببساطة يعني.